السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونون بألف خير. طبعا أول شي مالكم علاقة بالعنوان المكتوب، أحلى حبيت أوصلكم هاي الفكرة وأقول لكم لا تنخدعون بالفيديوهات اللي قاعد تنشر عن خبير الأعشاب حسن خليفة. مثل ما شفتوا بكل الفيديوهات أنه سبب وفاة حسن خليفة خبير الأعشاب هو عشبة قضت على حياته، يعني عشبة سوت عنده جلطة وتوفى. هذا الشيء ماكو، طبعا هذا الشيء كله كذب، ولا تصدقون نهائيا ماكو هذا الشيء مال عشبة وأدت إلى وفاة حسن خليفة. لا، حسن خليفة هو أجله رب العالمين سبحانه وتعالى ولكل أجل كتاب، هذا أجله ووقته اللي نقول مثل ما نقول احنا بالعامية ورقته يفسد، فوقته رب العالمين سبحانه وتعالى انه هو يتوفى. فلا تفلسفون هواي وتنشرون اخبار كاذبه وبعدين عمرها وحياته الاعشاب ما ضرت احد. صح اكو اعشاب الضرب بس ما تؤدي الى وفاه، فهمتوا؟ فاغلب اللي جاي ينشرون، اسف طفت الكهرباء وانا قاعد اصور. المهم اغلب اللي قاعد ينشرون انه عشبه موتت حسن خليفه، طبعا هذا الشيء كله كذب ولكل اجل كتاب، ورقة الرجال يبست والله يرحمه وان شاء الله ندعي له بالرحمه. وبعدين هذا خبير الخبراء تكتل عشبه، خبير الخبراء هذا استاذنا هذا، يعني احنا نتعلم من عنده. فشاركوا هذا المنشور وسووا له لايك وحتى الناس تعرف انه ماكو شيء عشبه تقتل شخص وتموته، لا العشبه جون تسبب لك مضاعفات. ايه مو كل الاعشاب، ها اكو اعشاب كلش ضئيله، نسبه ضئيله نقول 1% تسوي لك ضرر، اما الاعشاب هي امنه. فكان وياكم نبيل موسى خبير الاعشاب، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه. مع السلامه.